منحة سعودية كبيرة لليمن وعودة قريبة لمحافظ البنك المركزي المعبقي إلى عدن، ومصدر مصرفي يكشف التفاصيل، فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد مصدر مصرفي خاص بما يلي: أولاً، الأسبوع القادم سيعود المعبقي إلى عدن، وسيترافق ذلك مع تعزيز البنك المركزي بمليار دولار منحة من المملكة. ثانياً، المليار دولار هذا سيكون تأثيره محدوداً جداً على سعر الصرف، وسيتم تخصيصه لعشرين مزاداً لبيع الدولار قيمة كل مزاد 50 مليون دولار، وستخصص عائدات هذا المزاد لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وتمكين الحكومة من دفع بعض التزاماتها. ثالثاً، إنقاذ العملة الوطنية وإعادتها إلى مستوى يتناسب مع مرتبات الموظفين يتطلب ضخ ما لا يقل عن 8 مليارات دولار، ولا بوادر عن استعداد أي دولة شقيقة أو صديقة لضخ هذا المبلغ إلى السوق اليمانية. رابعاً، طلب الحكومة بإعادة تصدير النفط الخام لا يلقى قبولاً عند الأشقاء والأصدقاء الذين يرون أن التصدير هذا يعني تصعيداً ضد صنعاء، وأنه يجب أن يتم التصدير بعد اتفاق اقتصادي شامل وفقاً لنصوص خارطة السلام المجمدة.